ننحني إجلالا وإكبارا أمام عظمة الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل حماية تراب هذا الوطن وكل من يعيش على هذا التراب. وفي شخص الشهيدين حسان الربيع الذي هو من قوات الحماية الذاتية، هذه القوات لغربها ومن جنوبها لشمالها، والرفيقة يقول القائد عبد الله وجلال الشهداء هم قادتنا المعنويين. وأيضا يقول نحن نصنع من الحياة من الموت حياة، نحن نصنع من الموت حياة، والعراق شاهد على ذلك. 20 سنة لم يكن التحالف الدولي حين ذاك معنا، ومن الإرهابي وعصاباته ما زالت